بعد ذلك القاعات العصر الأموي، العصر العباسي، العصر الفاطمي، العصر الأيوبي، العصر المملوكي، العصر العثماني، وقاعات للفنون الإسلامية من خارج مصر. يعني مصر كانت دولة ليس يعني الأثار بتاعتها ليس من داخل حدودها فحسب، عندنا قاعة إيرانية لا توجد في المتاحف الإيرانية، وعندنا قاعة تركية عثمانية لا توجد في القاعات في المتاحف العثمانية. فده كان مجمل 23 قاعة اللي كان يتكون منهم المتحف، متحف فن إسلامي يعني. لكن أبرز هذه الأشياء طبعا عندنا حاجات نوادر زي ما قلت لك، المحاريب الخشبية المتنقلة زي إبريق مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي عثر عليه إلى جوار المكان الذي قيل أنه قتل عنده، لقرية أبو صير الملق بصحراء الفيوم. ده ما لا يوجد مثيل له في العالم، لأن الناس كلها بتحسدنا عليه. يعني ده يعادل قناع توت عنخ آمون في الأثار المصرية. يعني هذا عندنا ألواح قلوون، ألواح بمارستان قلوون خشبية اللي كانت تزين القصر الفاطمي الكبير، في القصر الفاطمي الكبير كانت تزين وزارات موجودة في حوالين في قاعات القصر دي كلها موجودة في المتحف، وتعكس حياة البلاط بتسليات الموسيقى والغناء والرقص والطرب اللي كان موجود في 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 ذلك الوقت، حياة البهجة والتسليات. عندنا جميع المحاريب الخشبية اللي بترجع إلى العصور الإسلامية المتكررة، عندنا أروع مجموعة مشكوات زجاجية في العالم. يعني أبرزها طبعا مجموعة مشكوات السلطان حسن، عندنا أكبر مجموعة شواهد قبور في العالم في الآثار الإسلامية. طيب دلوقتي دكتور محمود، اليونسكو أعلنت أنها ستتولى ترميم هذا المتحف، وأنها تبعث ببعثة من الخبراء والفنيين يعني فكرة أن هي تشوف التلفيات وكيف يمكن ترميمها. هل ده ممكن أنه يحصل يعني؟ وإيه حجم التلفيات اللي حصلت؟ هل تلف كلي لبعض القطع ولا جزء ممكن إصلاحه؟ محمد إبراهيم قال أنه المتحف من يعني أنا الكلمة دي يعني خلت الواحد هيشوف إيه، المتحف دمر بالكامل من الداخل. طب لماذا أنت قلتي دلوقتي اليونسكو؟ أنا ليه أنتظر اليونسكو؟ أنا لو أعلنت من خلال قناة وطنية زي بتاعتكم اللي هي النيل الأخبار دي، وقلت إن كل واحد في مصر يتبرع بجنيه لإعادة بناء، ده في ناس ممكن تدفع مليون جنيه، اللي يدفع يدفع، بس أنا بقول جنيه، مشروع جنيه صح. إنه هذا الجنيه تدفعه أنت لترد ردا عمليا على ما حدث للمتحف. عندك حق. إن كل المصريين نبنيه تاني، واليونسكو على دماغنا من فوق، بس انا حكتي دي بس ده ممكن تعويضه، يعني اقصد القطع اللي اتلفت ممكن تعويضها ترميمها حتى يعني لو بفلوس كتير. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نرممه ونقدر نعيده الى ما كان عليه، لكن انا رمزيه ان كل الشعب المصري يرد عمليا بانه يساهم في اعاده بناء هذا المتحف، مش يجينا معونه من اليونسكو ولا غيره، ده رد عملي، وهنكتب كده اهو اعاد بناءه الشعب المصري بعد أن هدمته أيدي الإرهاب الأسمر. طيب على المتحف من جوه. أيوة. حضرتك ذكرت أن المشكوات فيه مشكوات نادرة جدا، ويمكن أبرزها مجموعة السلطان حسن من أروع ما يكون. طيب لو الحاجات دي كسرت لا قدر الله، إن شاء الله تكون سليمة، يعني هل ممكن ترميمها فعلا؟ هو ممكن ترميم على حسب حجم التلف، يعني الترميم دايما على حجم التلف اللي طيب حصل. الناحية الشرقية اللي بقولك الأكثر تدميرا وزير، الناحية الشرقية هي البوابة الرئيسية اللي هي مواجهة لل ايه ابرز الحاجات الموجودة؟ ايه الحاجات الموجودة دي؟ كانت قاعة المقتنيات الحديثة، دي كانت كلها قاعة المقتنيات الحديثة. المتحف كان عامل قاعة للعرض المتحفي المتغير، يعني ابرز ما وصل الى المتحف من حفائر، ابرز ما لدى المتحف من قطع يريد أن يبهر بها الزائر الداخل إلى المتحف. يعني أفضل شيء كان محطوط في مدخل المتحف، أفضل شيء اللي احنا في هذه القاعة وأكثر شيء نادر. هو طبعا اتغير بعد التطوير الأخير، اتغير تطوير يعني المتحف، والحسن الحظ كنا احنا زعلانين كلنا، لأن أنا عاصرت كنت رئيس مجلس الإدارة الفترة اللي كان بيترمم فيها المتحف وبيعاد فيها عرضه. يعني هو ممكن الترميم يعني من الخارج يكون يعني من وجهة نظر، يعني طبعا أنا مش دارسة ومش عارفة، بس ممكن يكون أسهل من ترميم القطع نفسها اللي موجودة في الداخل. لكن التحف هي دي المشكلة. كيف نستطيع يعني كل إنسان في مصر يستطيع أن يفعل شيء
من أجل هذا الرمز الثقافي فعليها أن يفعلوا. إذا كان يعني شركات مقاولات تعيد الواجهة إلى ما كانت عليه أو تختبر مدى الضرر، ما هو ضرر كبير. المتحف ده عبارة عن قطعة بقالها 120 سنة، يعني قطعة أثار نفسها هي المبنى المتحف، ومبني بطريقة الحوامل الحوائط الحاملة، يعني فيش أساسات قوية زي العمارات اللي بتطلع دلوقتي اللي بتاع، لا ده مبني بطريقة حجر فوق حجر وبيربط بينهم شوية أسمنت، يعني فالهزة اللي زي دي أكيد صدع المتحف، وهو أساسا كان يعاني من أشياء كثيرة قبل عملية الترميم الأخيرة. أنت لا تتصور كم من مئات الناس اللي كانت بتبيت في المتحف ده عشان تعيده للافتتاح، الافتتاح المبهر اللي عملناه في قصر المانيال، عملوا حفلة ضخمة جدا ودعي إليها كل المتخصصين في العالم، وكانت تليق فعلا بمكانة المتحف ومكانة مصر. الآن أنت النهاردة بكل اللي أنت دفعته ده 107 ولا 120، أنا أعتقد هي 120 مليون مش 107، لكن هذه الخسارة في رأيي المادية قليلة جدا بالنسبة للخسارة المعنوية، أنك تهدم بإيدك منبر ومنار ثقافي مثل متحف الفن الإسلامي اللي هو يعد أعظم متحف في العالم في الآثار الإسلامية، أعظم متحف للأسف في العالم. كمان ما كانش واخد حقه دكتور قوي، يعني المتحف المصري مثلا كان واخد حقه، لكن المتحف الإسلامي كل أسف المتحف ما كانش المصري واخد حقه. باعتبارنا إحنا يعني يوم ما الخديوي عباس حلمي فتح المتحف الإسلامي قال حاجة غريبة جدا، قال يعني حاجة تبرر الكلام اللي حضرتك بتقوله، قال إذا كانت مصر تفخر بأنها قدمت للعالم أول حضارة في التاريخ ويعبر عنها هذا المتحف الذي بني، الانتخانة اللي بنيت في التحرير، فأننا علينا أن نفخر أيضا بإسهامات مصر الحضارية من أجل الحضارة الإسلامية. يعني هما حاجتين بيكملوا بعض. صحيح الموقع بتاع متحف فن إسلامي ده اختير بدقة جدا، المتحف ده لأنه كان دايما عايزين في وسط البلد، في قلب القاهرة، وكان في وسط البلد في ذلك الوقت اللي هي تجمع ما بين قاهرة العصور الوسطى والقاهرة القديمة. يعني أنت عندما تبدأ تخرج من متحف فن إسلامي تنطلق إلى القاهرة الإسلامية القديمة بكل عظمتها وبكل آثارها. إن شاء الله يتم اختيار الموقع هنا دلوقتي بقى شوية، إن شاء الله يتم ترميمه، وهي رسالة للعالم كله بأن هذا هو ما يفعله الإرهابيين. لسه والله يا فندم إحنا مع حضرتك تمام في المبادرة، حضرتك بتقول لا إحنا أولى إن إحنا نبني بلدنا بإيدينا، إحنا مع حضرتك في المبادرة دي، ويعني بجد إن شاء الله نحاول نكثف جهودنا عشان نعيد بناء المتحف المصري، المتحف الفن الإسلامي من جديد، وإن شاء الله نبنيه بإيدينا إحنا قبل اليونسكو. كلام حضرتك في مكانه، كلام حضرتك منضبط جدا. شكرا لحضرتك دكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة متحف الفن الإسلامي سابقا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، على مدار ساعتين شفنا العديد من الأشياء الهامة جدا، منها طبعا حوار الرئيس، وطبعا الخسارة الكبيرة جدا في متحف الفن الإسلامي. نتمنى إن شاء الله إن إحنا فعلا نبنيه بإيدينا، تكون مبادرة النيل الأخبار هي المبادرة الأولى إن شاء الله عندنا إيمان.